حازف السلام الوطني. ادي كابتن احمد الغندور والطاقم التحكيمي الموجود معانا في لقاء النهارده، رضا جبر واحمد لطفي واسلام صابر، وعزف او الفرقه العسكريه عزفت كمراسم لبدايه او قبل انطلاقه اللقاء والتجربه الوديه للنادي الاهلي بمشيئه الله. رامي ربيعه وكابتن فريق نادي الاهلي، والنهارده في قلب الدفاع جنب محمد هاني، على يمينهم كريم فؤاد، على شمالهم محمود وحيد، وفي حراسه المرمى عادل لطفي. اما وسط الملعب محمد محمود واحمد نبيل كوكا في القلب، على يمينهم زياد طارق، على شمالهم صلاح محسن، والقوى الهجوميه محمد شريف وحسام حسن. ده تشكيله النادي الاهلي. الدكه النهارده عليها مصطفى شوبير، حمزه علاء، احمد عبد القادر، وليد سليمان، وحسين الشحات، ومن بقى الشباب محمد خليفه نصير، واحمد سيد عبد النبي، ومحمد فخري، ومحمد اشرف. زي ما قلت لحضراتكم، حكمنا وكابتن احمد الغندور بيعاونوا كابتن رضا جبر وكابتن احمد لطفي وكابتن اسلام صابر. اما النهارده فريق قياده او فريق قوات الدفاع الجوي بادئ بمين في حراسه المرمى؟ بعبد المجيد محمود قدامه اربعه، محمد عبد السميع في الشمال، محمود علي ومحمد ممدوح في القلب، احمد حلاوه في اليمين، محمود ايمن وعمر فتحي اثنين ارتكاز او ديفندرات في قلب الملعب، قدامهم ثلاثه ايمن عاصم، محمود حسن، واسلام ناصر، والقوى الهجوميه ديماريا. طبعا ديماريا ده اسم نجم الارجنتيني الكبير، يمكن لسه راحل السنه دي برضو عن بي اس جي او عن باريس سان جيرمان. دي ماريا ده كان من اللعيبه او مازال بصراحه لعيب كوره ايه محترم. الفرقتين فرديه الملعب، النادي الاهلي هيكون في الشوط الاول موجود بالطقم التقليدي للشياطين الحمر، التيشيرت الاحمر والشراب الاحمر والشورت الابيض، على شمال المقصوره بشمال الملعب باستاد 30 يونيو. اما اصحاب الارض بالاخضر الكامل، قوات الدفاع الجوي على يمين الملعب ويمين المقصوره قبل انطلاقه الشوط الاول. ادي فرقه النادي الاهلي. ماتشات كتير قوي في شهر 6 بصراحه، تزاحم للماتشات وتلاحم، بدايه من يوم 12 المصري بالسلوم في كاس مصر، ويوم 15 بمشيئه الله ايسترن كومباني في الدوري، ثم 19 نادي الزمالك، ثم 22 غزل المحله، ثم 26 لقاء بيراميدز من بطوله كاس مصر اللي فاتت اللي لسه يعني الاهلي هيستكملها يعني. تلاحم ماتشات كبير جدا، يعني خمس ماتشات في اقل نقدر نقول من 25 يوم كتير جدا. ادي الفرقتين وصوره تذكاريه في ارضيه الملعب مع طاقم التحكيم، وهل انا اجتمع طبعا من قبل انطلاقه اللقاء مع كريم احمد زميلنا في اللقاء هناك في الملعب ان في كاس هيتم تسليمه كده. هنشوف. ادي الغندور اهو، طاقم التحكيم والفرقتين. تحية بقى للنادي الأهلي كده من قوات الدفاع الجوي، بالفعل أهو نزل لأرضية الملعب. قيادات الدفاع الجوي معاها سيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، دي يحضر المباراة. وادي بيسلم التسليم بقى هنا اهو من قياده الدفاع الجوي والسيد العامري فاروق على فرقه النادي الاهلي. اجواء طيبه، اجواء جميله، لقاء ودي نتمنى نشوف فيه كل الاستفاده للفرقتين. النادي الاهلي طبعا بيجهز لعيبته بعد لقاء الوداد المغربي، خلاص بطوله والاهلي ما توفقش او الظروف ما خدمتش او ايا كان اللي حصل، لكن في النهايه خلاص الصفحه تنطوي ونبدا نبص للي جاي ونبدا نبني على ده، نبدا نصلح في اللي جاي ونشوف بقى ان شاء الله منتخبنا القومي باذن الرحمن بدايه مشوار مع غينيا، قدر ان هو يفوز ويجمع ثلاث نقط مهمه في التصفيات الافريقيه. نزل الفرقتين لارضيه الملعب و هنبدأ على بركة الله انطلاقة اللقاء. وادي الجهاز الفني للنادي الأهلي، وبإذن الرحمن منتخبنا هيواجه منتخب
اثيوبيا في ملاوي يوم الخميس ان شاء الله، نتمنى التوفيق من كل قلوبنا لمنتخبنا مع كابتن ايهاب جلال. هي الكوره كده، محدش بيفضل فايز على طول ومحدش بيخسر على طول، هي الكوره كده. ولكن في النهايه نرجع بقى للدفاع الجوي ونشوف اللقاء هيبدا بينا لفين، والتجربه ان شاء الله نتمنى تكون مفيده للنادي الاهلي وللكابتن سامي قمصان وللجهاز الفني للنادي الاهلي. لسه كابتن احمد الغندور في انتظار صفاره بدايه اللقاء وبنظبط ساعتنا معاه. الغندور بيشاور لمعاونيه واحنا بنظبط ساعتنا مع الغندور، وعلى بركه الله انطلاقه الشوط الاول وضربه البدايه مع قوات الدفاع الجوي في نص ملعبها. حسام حسن يقطع على طول واحده سريعه ولكن ترجع في قلب الملعب تاني للدفاع الجوي، استلامها على صدره ياخدها دي ماريا، ينزل بيها دي ماريا واحده طويله لدي ماريا رايح في المساحه هناك عند الشمال، يسند دي ماريا ودي العرضيه وهي ايه لخارج الملعب، ضربه ركنيه اولى في اللقاء لقوات الدفاع الجوي ونص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال. جاي لها محمد عبد السميع اهو، رايح لها ايمن عاصم، تتلعب بلمسه على طول عبد السميع تاني، عبد السميع اتاخر قوي اتقطعت الكوره على طول من ديفنس النادي الاهلي. حسام حسن يطلع واحده في اتجاه محمود وحيد ولكن بالتاكلينج موجود، حسام تاني واحده طويله محمد شريف، شريف شريف في فارق، في فارق لياقة واضح جدا، شريف عمل سبرنت وكان سابق فيها عمر فتحي ولكن تطول من شريف وتطلع ضربة مرمى لصالح قوات الدفاع الجوي عبد المجيد محمد. حارس المرمى هيلعبها ادي عبد المجيد. قاتل الودية دي بتبقى فيها زيادة حمل تدريبي أو بداية التدرج في الحمل التدريبي بعد اللعيبة جاية من فترة راحة، بيبدأ الجهاز الفني يرجع بالأحمال سنة سنة، أيا كانت التدريبات المباريات الودية بترفع أحمال شوية ولكن اللقاءات الرسمية قصة تانية تماما. المباراة الودية بتبقى تابلو أو بروفا إن أنا ببدأ أحضر فيها طريقة لعب، فكرة عايز أعمله أو كده لكل جهاز فني. الكرة في الشمال عند عبد السميع، لحق عبد السميع قبل ما تطلع، رجع تاني على طول لمحمود علي في قلب دفاع قوات الدفاع الجوي، يطول يقطع محمد هاني تاني توصل لدي ماريا، دي ماريا دي ماريا عايز يعدي توقف فيه وترجع له الكوره تاني، لسه مع الكوره داخل للزحمه تطول وتوصل سهله لكريم فؤاد، ولكن احمد الغندور بيدي على طول ضربه حره لصالح قوات الدفاع الجوي. ادي الغندور اهو، احمد الغندور بيرجع الكره من مكانها. لسه جاي يلعبها مين؟ ده عمر فتحي سقطها جوه 18 النادي الاهلي، تتشال وترجع في قلب الملعب على طول، استلامه من محمد محمود. اتمنى يا رب ان شاء الله بقى الاصابات تبعد عن الولد، الولد من ساعه ما جه يعني الدنيا ما كانتش ماشيه معاه في الاصابات، بعدته كتير محمد محمود. اتمنى نشوفه يظهر بشكل لافت قوي زي ما كان في دجله قبل ما يجي النادي الاهلي. كوكا ينقل واحده عند ربيعه في الشمال في نص ملعب النادي الاهلي، باس مش مظبوط توصل طويله في نص ملعب قوات الدفاع الجوي، محمد محمود يقطع، ماشي محمد، محمد يزق واحده، محمد شريف لمحمد محمود، لسه هتشوط ولا ايه؟ زياد طارق جون، زياد طارق جون جون جون، اول الاهداف في الدقيقة الثالثة، زياد طارق بليسنج قال اهي سهلة بتتحط فيها يعني صباع الرجل الكبير وبتروح سهلة على طول لزياد طارق على يمين عبد المجيد محمود، وأول أهداف اللقاء. شوفوا حضراتكم صلاح محسن سند على طول وزياد طارق السهل على طول حط بطن رجله فيها وراحت. واحد الأهلي لا شيء، قوات الدفاع الجوي. لسه كورة نص ملعب الدفاع الجوي، ترجع من عبد السميع ينزل بيها لمحمود علي على حدود 18 قوات الدفاع الجوي قصيرة، وحسام حسن يضغط ويشتت هنا محمد ممدوح، عالية وطويلة توصل الكرة رامي ربيع، رامي ينقل واحدة على طول ترجع دربكة صلاح محسن، صلاح ينزل بيها لكوكا في قلب الملعب. اللعيبة اللي كانت ظهرت بشكل طيب قوي كوكا أما بيلعب ولكن الإصابة بعدته. ترجع الكرة تاني، استلام محمد محمود، محمود لسه معاه الكوره على حدود 18 الدفاع الجوي، يسند ولكن مقطوعه من احمد حلاوه، حلاوه يطول واحده مفيش حد تماما غير علي لطفي يطلع منه بره منطقه جزاء النادي الاهلي ويستلم.
محمد هاني، زياد طارق، هاني، ياسر ابراهيم مع المنتخب طبعا مش موجود، عشان كده النهارده رامي ربيعه و محمد هاني هما في القلب، لان ايمن اشرف وياسر ابراهيم مع منتخبنا القومي ان شاء الله. بقول لحضراتكم نتمنى لهم التوفيق في ماتش ملاوي يوم الخميس بمشيئه الله. ادي عبد المجيد يلعب ضربه المرمى لصالح محمد ممدوح، ضغط اهلاوي عالي، الكره توصل على طول عند محمود ايمن، يطول واحده سهله من محمود وحيد ويقطع، ترجع الكره عند علي لطفي، يسلم علي لطفي واحده لرامي ربيعه، ربيعه ينقل لمحمود وحيد، رامي ربيعه ينقل على طول واحده لمحمد هاني، واحده ثانيه لسه الكوره وضربه حره، لسه الضربه الحره، كريم فؤاد هيلعبها، نزل بيها لمحمد هاني، لسه الكره تاني توصل على طول واحده رامي ربيعه، ربيعه يسلم محمد هاني بعرض الملعب، ست دقايق اولى من عمر الشوط الاول وما زال النادي الاهلي متقدم بهدف في الدقيقه 3. كريم فؤاد يعمل محاوله ولكن تطول وتطلع لخارج الملعب ضربه مرمى، ادي كريم فؤاد راجع اهو اول مواسمه مع النادي الاهلي جاي من انبي، حكمنا احمد الغندور طبعا الفقره التحكيميه بقى مع الدولي كابتن ناصر عباس، هيبقى لي طبعا تقييم لأهم ما يدور في اللقاء، دي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وكابتن سامي قمصان وجهازه. موسيماني قلت لحضراتكم الراجل مش موجود بياخد دورة تدريبية كده تبع الفيفا. كرة اتلعبت طويلة توصل لمحمود وحيد ينزل بيها لمحمد هاني. هاني في قلب الملعب استلامة من كوكا. كوكا بنشوفه دايما ناحية الشمال كوكا، النهاردة بنشوفه في القلب. محمد هاني المكان مش جديد، شفنا قبل كده هاني في المركز ده. كرة طولية أهلاوية على طول حسام حسن يستلم، ترجع كرة لرامي ربيعة، محمد هاني، هاني لسه كرة توصل تاني، زياد طارق مقطوعة للدفاع الجوي ورامي ربيعة، مبدأ اللي يفوت يموت ما بيهزرش، يخش الراجل ويشيل على طول، واحدة طويلة محمد شريف، شريف في نص ملعب الدفاع الجوي، باص قصير ولكن ضم كويس قوي، محمود وحيد وخدها، وحيد ياه عايز يلعبها بس مقريه، صلاح محسن الفكره حلوه ولكن مقريه، ترجع تاني هجمه للدفاع الجوي، واحده سريعه هيعمل ايه؟ دي مارية، دي مارية يا ولد لو مشيت معاك كانت تبقى حلوه يا ابني، بس محمد هاني بخبره كبيره قال له بس رايح فين ويوقفها، بس الشكل حلو الفكره حلوه. رامي ربيعه، رامي على الارض يسلم صلاح محسن ولا ده محمد شريف؟ لا ده محمد شريف سايت يستلم، شريف رامي ربيعه، زياد طارق، رامي ربيعه تاني، محمد هاني في قلب ملعب النادي الاهلي، لسه هاني يشيل لربيعه بعرض الملعب تاني، نقلات اهلاويه بعرض الملعب في نص ملعب النادي الاهلي، زياد طارق، ربيعه، كريم فؤاد، ربيعه، ترجع كوكا يفتح اللعب عند محمود وحيد من اليمين للشمال، محمود خدها وبقى في نص ملعب الدفاع الجوي من ناحيه اليمين بيبدا هجمه اهلاويه واسعه نفسه وراح محمود، حسام حسن لمسه لسه بيدور على نفسه، حسام حسن مع النادي الاهلي نقدر نقول ما سابش البصمه اللي تقنع موسيماني ان هو يبقى ضمن التشكيله الاساسيه، ولكن هو فرود مفيش كلام، حسام حسن لعيب لو خد فرصه واتصبر عليه هيبقى فرود وهيفرق كتير في خط هجوم النادي الاهلي. محمد هاني طويله الكره وعاليه حلوه لمحمود وحيد ولكن تطول وتطلع ضربه مرمى لصالح عبد المجيد محمود والدفاع الجوي، كورتين في الملعب لازم واحده تطلع، لسه عبد
المجيد محمود يلعب ضربة المرمى عالية وطويلة في قلب الملعب، ربيعة يرد، كابتن فريق النادي الأهلي النهاردة توصل عند أحمد حلاوة ولكن ياخدها محمد ممدوح من قلب دفاع. الدفاع الجوي ينقل لمحمود أيمن تاني الحلاوة، وسع لنفسه باص طولية ما تلاقيش حد غير محمد هاني. هاني ينقل لكريم فؤاد، كريم على طول واحدة لمحمود وحيد على حدود 18. الدفاع الجوي ينزل بيها لمحمد شريف، شريف يعلي ولكن يشيل ديفنس الدفاع الجوي، هات وخد تاني، ترجع كوره وهنا ماشيه، لا ضربه حره من محمد شريف لصالح مين؟ ده محمود ايمن ولا عمر فتحي في القلب؟ لا ده محمود حسن اهي. الغندور شاف فيها اوبستراكشن واضح، ادي كوره على طول رامي ربيعه يسلم كوكا، كوكا لزياد طارق يطول واحده لمحمد شريف، صلاح محسن حلوه يا زياد، زق وعدى وتوصل حسام حسن يغمز لمحسن على طول، هي يا صلاح هي هي هو هنا بس صلاح محسن كان لازم يطوح رجله ويبعد، هو قرب على الكوره عشان كده ما مالتش وتقلش منه وتطلع لخارج الملعب ضربه مرمى. شوفوا حضراتكم اهي ادي الراسيه اتعملت هنا، كان لازم ما يتروحش للكوره قوي كده، هو خلاص الكوره بقت تحت رجله فمش هيعرف يوجهها، لازم يبقى في سبيس يطوح وش رجله او مسافه يعني يطوح وش رجله عشان تروح. ادي الكوره تاني محمد ممدوح، انقطعت للنادي الاهلي ولكن باص مش مظبوط، تمريره مش مظبوطه، الباص ما ظبطش، توصل الكوره دي ماريا يوسع لنفسه من محمد هاني، لسه الكره مع مين؟ مع اسلام ناصر، ناصر في القلب عمر فتحي اتزحلق لوحده تماما، مقطوعه الكوره تطول من حسام حسن وتوصل لعبد المجيد محمود قصيره ولكن يشيل قبل حسام حسن. 12 دقيقة، هل يا ترى بقى قوات الدفاع الجوي هتصمد قدام النادي الأهلي؟ فارق اللياقة واللي هنشوف مع مجريات اللقاء، ولكن والله فرق مأديها بشكل طيب. لسه الكرة مع النادي الأهلي، محمود وحيد و12 دقيقة من عمر الشوط الأول واللقاء، واحد الأهلي لا شيء، الدفاع الجوي. محمود استلامة حلوة في اليمين في نص ملعب الدفاع الجوي، لسه معاك كورة وحيد. يسند صلاح محسن ولا ده محمد شريف؟ شريف لمحمود وحيد عرضية مريحة قوي، وادي زياد طارق جون، جون ده زياد طارق ولا مين ده؟ كريم فؤاد، كريم فؤاد برأسية الهدف الثاني للنادي الأهلي. في الدقيقة 12 كريم طارق، يعني العرضية سهلة والرأسية يعني كريم فؤاد اهو لعبها، حتى تعامل عبد المجيد محمود معاها غريب شويه، يعني غريب شويه، فالكره دخلت جون في النهايه، هي الهدف الثاني للنادي الاهلي. بصراحه هدف من خطا واضح لحارس المرمى، مفيش كلام، كره في ايده وسهله. اتنين الاهلي لا شيء، الدفاع الجوي. وادي دكه النادي الاهلي. لعبت الكورة مع الدفاع الجوي نص ملعبه، توصل واحدة على طول عند إسلام ناصر يطول ناصر، كريم فؤاد ينزل بيها لمحمد هاني، هاني يرجع لعلي لطفي اللي يمكن ما قلناش اسمه إلا بس والفرقتين بيتصوروا والتشكيل، غير كده في ال 13 دقيقة دول ما شفناش علي لطفي تماما. هادي وحيد على الأرض صلاح محسن، محمد محمود في قلب ملعب النادي الاهلي يشيلها حلوه عند حسام حسن على الارض صلاح محسن، احلى الباس لمحمود وحيد، عرضيه خطر خطر لو عدت، ولكن المره دي محمود علي يا ولد ما تعديش وتسقط لحسام حسن ياخدها فارس تايم كده ومباشره، ولكن تعلى وتمر لضربه مرمى. ادي الاعاده اهي، حسام حسن خدها هنا كانت عايزه يعني يكتم وش رجله لتحت شويه، لسه كوره مع محمد شريف،
تاني تحضير اهلاوي، الكره توصل لكوكا. لسه الهجمه الاهلاويه تطول من محمود وحيد. راجع وحيد. لسه الاوت ليه الدفاع الجوي، جاي يلعبها احمد حلاوه في اليمين على حدود 18 الدفاع الجوي. على صدره استلامه من ايمن عاصم، عاصم توصل لصلاح محسن. صلاح محمد محمود، مقطوعه الكوره للدفاع الجوي ولكن ما تظبطش، ياخدها كريم فؤاد. ربع ساعه اولى من عمر الشوط الاول، 2 الاهلي لا شيء الدفاع الجوي. كرة ترجع تاني، نقلات اهلاويه توصل لزياد طارق. زياد على الارض لوحده تماما، حسام حسن هيفكر يشوط من هنا، شاط اهو حلوه والله، برافو. عبد المجيد محمود تعامل مع الكره دي كويس على مرتين. ادي الكره توصل تاني، لسه الضغط الاهلاوي، حسام حسن، حسام ترجع دربكه وفي نهايه تروح لكريم فؤاد. كريم ينقل لكوكا، رامي ربيعه، محمد شريف عايز يوسع لنفسه وضربه حره في نص ملعب الدفاع الجوي، دفعه من عمر فتحي. ادي محمد شريف وربيعه ومحمد محمود ومحمود وحيد على التنفيذ للعبه. هنا اهي كوره حسام حسن حط فيها وش رجله تمام، محدش ضاغط على الراجل، وعبد المجيد تعامل معاها كويس على مرتين. لسه الضربه الحره، وادي الحيطه البشريه بتشاور لعبد المجيد محمود، يمكن كره من على بعد حوالي 35 يارده اتلعبت لرامي ربيعه على الارض ولكن سهله في ايد عبد المجيد محمود. ادي الكرة تاني على طول توصل صلاح محسن، باص يرجع بيها ليه كريم فؤاد، رايحة جاية الكرة. ترجع تاني، وادي الجهاز الفني النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ، الاوت اتلعب لكوكا. كوكا محمد هاني يسلم رامي ربيعة، ربيعة استلامة ماشي، حسام حسن استلام، حسام في نص ملعب الدفاع الجوي وضربه حره لصالح حسام حسن والنادي الاهلي. حسام ينقل على طول واحده لكوكا، كوكا يطول باس طولي جوه المنطقه، كريم فؤاد يا راجل دي خدمت واتعدلت، ولكن كريم خد اكتر من قرار عشان كده طولت منه وتطلع ضربه مرمى لصالح الدفاع الجوي. اتلعبت ضربه المرمى على طول عند محمد عبد السميع، لف ودار بيها ورجع ضغط كريم فؤاد وخد اوت لصالح النادي الاهلي. محمد شريف، شريف ترجع الكوره توصل على طول واحده طويله، هنا دي ماريا وطالع علي لطفي، ضربه جزاء ما فيهاش كلام، ضربه جزاء ما فيهاش كلام خلاص، لكن علي لطفي هنا هي ما فيهاش كلام خلاص، خلصت الكلام هنا. الغندور خد قرار مظبوط ولكن طبعا كل اللقطة اهي، شوفوا العاده اهي، هو زقها خلاص، لا ضربه جزاء من انا كراجل شايفها قدامي بعلق ضربه جزاء، ولكن طبعا خبيرنا التحكيم الدولي الكبير كابتن ناصر عباس كل الكلام ده يرجع له ونشوف القرار ايه، ولكن في النهايه الغندور يحتسب ضربه جزاء. محدش يقول لي نرجع للفار، ده ماتش ودي فوش فار. ضربه جزاء للدفاع الجوي، مين اللي داخل يلعبها؟ ده اسلام ناصر شكله كده، هو اسلام ناصر 18 لا يشوط، لا ده دي ماريا اللي جابها، هو اللي هيلعبها دي ماريا. ضرب الجزاء للدفاع الجوي ودي ماريا، دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا يا راجل مقرية جدا يا دي ماريا، وارتدت ورأسية يا نهار ابيض، تروح من ايمن عاصم لخارج الملعب. علي لطفي بيقول لهم خلاص انا عملتها وتصرفت خلصت كده تمام، اكيد مفيش حاجة حصلت، نكمل بقى اهي، هو الراجل عمل ضربة الجزاء وشالها وردت ليه رقم 7 ايمن عاصم برأسية حطها خارج الملعب.
تلت ساعة وكما كنت. اتنين الاهلي لا شيء، الدفاع الجوي ضيع ضرب الجزاء الدفاع الجوي. بس دي ماريا حاططها زي ما الكتاب بيقول، يعني شايط ضرب الجزاء كلاسيكيه قوي بيمينه على شمال الجو، ما فيهاش اي نوع من ان هو يحاول يغير يعمل اي حاجه يراوغ بيها عادل لطفي، ولكن في النهايه يتالق عادل لطفي ويشيل. توصل الكره هجمه اهلاويه، محمد محمود سند لمحمود وحيد، العرضيه 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 تقع من ايد عبد المجيد مره واتنين ويمسك. يلعب واحدة طويلة ايد ورجل نص ملعب النادي الاهلي، عايز يبدأ هجمة سريعة لقوات لقوات الدفاع الجوي وترجع الكورة، ولكن سهلة من محمد هاني لعلي لطفي اللي بدأنا نقول اسمه اهو بعد ما وصلنا لتلت ساعة. كرة طويلة عند زياد طارق والدخول هنا من عبد السميع وضربة حرة لصالح النادي الاهلي. لازم الولاد الصغيره دي تبدا تاخد فرصه وتبدا تدخل في التشكيله وتبدا يبقى ليها تواجد مع الخبرات، نبدا نطلع لعيبه تفيد من فرق 18 وال20 سنه، ندي فرص. لازم الولاد دي تطلع وتاخد وتبدا تشارك، خصوصا ان غالبيه اللعيبه دي بتلعب في منتخبات. ادي الكره الطوليه للدفاع الجوي، رامي ربيعه ودي ماريا، ربيعه ودي ماريا، ربيعه ودي ماريا، وضربه حره لصالح رامي ربيعه. محمد هاني وادي الكرة مع هاني على طول طويلة، زياد طارق، زياد استلامة، حسام حسن يفتح اللعب يا ولد، طول واحدة ليه محمود وحيد، وحيد عايز يعدي، عدى وحيد، عدى عدلها لنفسه على الأرض قصيرة لكن جات له من ديفنس الدفاع الجوي وتعدي ودربكة دربكة دربكة ولكن تتشال. توصل كريم فؤاد، كريم فؤاد يسدد وتخبط والخارج الملعب، ضربة ركنية للنادي الأهلي. ادي اهو هنا الكره محمود وحيد توقع وقطع وخدها كويس على الارض، هنا محمد شريف لا هنا جت في رجل محمد ممدوح وغير اتجاهها ورجعت لكريم طارق وتسديده، ولكن تطلع ضربه ركنيه من ناحيه اليمين في نص ملعب الدفاع الجوي. لسه محمود وحيد على التنفيذ للضربه ركنيه، تتلعب على طول راسيه رامي ربيعه وحسام حسن وترجع ولمسه يد وفي النهايه هاندبول لصالح الدفاع الجوي على حسام حسن. لسه عبد المجيد محمود حارس المرمى هيلعب الضربه الحره المباشره. عبد المجيد هيلعبها طويله في نص ملعب النادي الاهلي. سهل يشيل رامي ربيعه لان محمود حسن اتزحلق. اوت لصالح النادي الاهلي. جاي يلعبها كريم فؤاد. رامي ربيعه ينزل بيها لعلي لطفي. توصل الكورة محمد هاني يطول واحدة على حدود 18 الدفاع الجوي ولكن يقطع المرة دي كويس، لسه درباكة ماشية مع أحمد حلاوة وتتقطع الكورة للنادي الأهلي. صلاح محسن، صلاح ليه محمد شريف، شريف محمد محمود وما عدهاش لزياد طارق أو لحسام حسن ولكن راحت سهلة لعبد المجيد محمود. كرة عالية وطويلة على طول كوكا يسلم محمود وحيد، محمود يطول لمحمد شريف جوه 18 الدفاع الجوي وتعدي وتمر وعبد المجيد محمود تعدي منه ويشيل ديفنس الدفاع الجوي خارج الملعب. هنا اهي الكرة ساقطة من ورا عبد المجيد، يعني الكرة في المتناول. لسه عبد المجيد محمود اهو مش عارف هو القرار ايه، ضربه مرمى ولا ايه، ده في تبديل للدفاع الجوي. مين اللي هينزل؟ طالع رقم 17 هو اول تبديل، ونازل مين؟ نازل لاعب رقم 3
طلع قدامنا ثلاثة، نزل اسلام الحصري نمرة ثلاثة، اول التبديلات للدفاع الجوي بعد مرور 24 دقيقة. محمد شريف واستلام شريف لمحمد محمود، ولكن غير رأيه مرة واتنين وموه، نزل بيها تاني لمحمود وحيد. وحيد على الارض قصيرة، لكن خدها تاني محمود وحيد، تنقطع على طول واحدة سريعة، عمر فتحي اللي الدفاع الجوي بيسند لدي ماريا. استلام حلو يا ابني والله، دي ماريا عايز يعدي بيها، ولكن رامي ربيعة يقطع على طول، توصل لعلي لطفي. محمود وحيد على صدره ليه مانجا، قبليه احمد نبيل كوكا. كوكا هاتوا خد مع محمد محمود، توصل الكورة ليه محمود وحيد في نص ملعب الدفاع الجوي من ناحية اليمين. محمد هاني، كوكا على طول توصل ليه كريم فؤاد من محمد محمود. زياد طاري مقرب له، حط لزياد، سند زياد لكوكا. كوكا حسام حسن، زياد، زياد يفتح اللعب على طول عند محمد هاني اللي زايد مع خط وسط النادي الاهلي. محمود وحيد يستلم، حسام حسن ترجع لكوكا، احمد نبيل كوكا على الارض محمد محمود. كوكا حسام حسن لسه نقلات اهلاويه، توصل لحسام تاني، محمد محمود، حسام، كريم فؤاد، باس توصل على طول من زياد طارق. حسام حسن سند لمحمد شريف، شريف موه واتقطعت من محمد شريف. لسه الكره مع الدفاع الجوي، طوليه اطول من لازم، اطول من لازم، لكن برافو يا دي ماريا يوقفها وياخدها رامي ربيعه، يرجع بيها لعلي لطفي. نبيل كوكا يستلم ويبدا على طول يسلم محمد محمود، تحضير اهلاوي. طويلة الكورة وتوصل لمحمد شريف، 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 طالع له كريم فؤاد يلحق ما يلحقش، تطلع ضربة مرمى لصالح الدفاع الجوي. ادي الكورة اهي مع عبد المجيد محمود، وادي المساعد الأول كابتن رضا جبر. الكورة مع محمد ممدوح من ديفنس الدفاع الجوي، يلعب واحدة طويلة على طول توصل لمحمد هاني. محمد محمود، زياد طارق، طارق يسلم كريم فؤاد، كريم، وادي الرأسية، صلاح محسن تسقط ويشيلها عمر فتحي، عمر قبل ما توصل لمحمد شريف. على طول عمر فتحي يطول. واحدة. ترجع الكورة، إسلام الحصري البديل اللي نزل لمحمد عبد السميع، باص مش مظبوط، كوكا، وادي صلاح محسن جوه ال 18، صلاح، صلاح، صلاح. ليه ها يا ولد يا كوكا، حلوه يا ابني اللعبه، ولكن تمر جنب القايم من خارج الملعب ضربه مرمى، سندها له صلاح محسن بعالي قوي لكوكا جاي بشماله. هنا اهو صلاح، لعب السهل اللي جاي في وشه حطها له على الارض، قال له يلا يا كوكا اهي جايه له، والولد حاططها 10 على 10، ولكن طلعت ضربه مرمى. هجمه للقوات الجويه طويله، الباص طويل طويل، باينه جدا رايحه سهله في ايد علي لطفي. محمد هاني باص، ولكن بزنقه لمحمد محمود اللي يخلص بالكره بسرعه، كان عليه ضغط ثنائي. لا حاسبه على محمد بصراحه، حاسبه على الولد ده بنا يا ابني، يسلم من اي اصابات جديده. شوف هو حتى الولد خاف، طلع بعيد عن الكره على طول، قال لا ده احنا لقاء ودي والدنيا مش مستاهله. ادي كوك على الارض يسلم صلاح محسن، صلاح ليه محمد محمود يستلم تاني، كوكا، صلاح محسن تاني، صلاح، كوكا، محمد محمود، لحط لحسام حسن، لمحمد محمود، ليه زياد طارق، لمحمود تاني، مثلثات أهلاوية. محمد شريف، 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 وسع لنفسه شريف ويشيل عبد المجيد يا ولد، شالها حلو محمد عبد المجيد، المرة دي عبد المجيد محمود. ترجع تاني الكرة للنادي الأهلي، تنزل لمحمد هاني. محمد محمود يسلم واحدة على طول لرامي ربيعة،
طويله كوره جوه 18، الدفاع الجوي عمل فيها تمويه حلو والله. محمد محمود علي وصلت سهله لعبد المجيد محمود، ادي محمد شريف حطها، وهنا عبد المجيد برافو اتعامل معاها بشكل كويس شالها. كره طويله وعاليه على طول توصل لمحمود وحيد. حسام حسن يستلم على حدود 18 قوات الجو، الدفاع الجوي من ناحيه اليمين، ينزل بيها الوحيد تاني، محمود وحيد على الارض، حسام حسن، حسام يا ولد باص حلو، باص حلو، ولكن الكوره على طول مقطوعه من ديفنس قوات الدفاع الجوي. ترجع تاني كوكا على الارض، واحده محمد محمود سدد دربكه وتطلع لضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي المره دي من ناحيه الشمال. نص ساعه والنادي الاهلي متقدم بهدفين. جاي يلعبها محمود وحيد بشماله، لسه محمود وحيد هيلعب الضربه الركنيه الاهلاويه. اتلعبت على طول ليه محمد محمود، عرضيه عرضيه راسيه جون، راسيه جون، صلاح محسن، صلاح محسن، عرضيه راحت وطلع محسن ركب الكوره صح قوي، والدقيقه 31 الهدف الثالث الاهلاوي. ادي ايه العرضيه يا ولد، ده صلاح محسن ولا حسام حسن؟ صلاح محسن هو اللي طالع بالراسيه. وادي محمد محمود هنا بيحيي بقى اكيد الدكه اللي بره. ثلاثة الاهلي لا شيء، الدفاع الجوي على طول توصل الكوره لمحمود وحيد، محمد محمود وسع لنفسه، وادي التسديده ما تظبطش وتطلع ضربه مرمى لصالح الدفاع الجوي. لسه عبد المجيد على التنفيذ، ادي عبد المجيد عاليه الكره وطويله على طول رامي ربيعه، ولكن براسيه تروح في اتجاه محمود وحيد اللي يقطع محمود، محمود قطع ماشي عامل سبرنت، محمود عايز يعدي، سلم محمد محمود يعكس اللعب حلوه من الشمال اليمين عند كريم فؤاد، كريم قرب له زياد طارق ما سندلوش، حط اللبيل كوكا، كوكا يسلم واحده تاني كريم فؤاد يجيبها كريم، ولكن ضغط عليه ياخده عمر فتحي للدفاع الجوي، انقطعت الكوره توصل محمد شريف، ولكن هنا فاول برايه من كابتن رضا جبر المساعد الاول. عمر فتحي يمكن اكتر لعيبه الدفاع الجوي اللي لمس الكوره، باص مش مظبوط، ترجع من حسام حسن توصل الكوره ليه محمد عبد السميع، رايه وصفاره مفيهاش كلام، الراجل سابق ايه ده فدان مفيهاش كلام، يعني دي ماريا مش مفيهاش كلام، الراجل اهو بيقول لهم حتى بسرعه ده سابق بايه فدان بسبب كبيره جدا. ادي الضربه الحره غير مباشره هيلعبها محمد هاني، وتبديل تاني للدفاع الجوي. نازل رقم 20 محمد وفائي، ده اللي سمعناه من الاذاعه الداخليه، وخرج ايمن عاصم. لسه كنت بقول لحضراتكم يمكن بعد ربع ساعه من بدايه اللقاء والشوط الاول اللياقه هتفرق، هتاثر طبعا على الدفاع الجوي. ادي صلاح محسن وانطلاق صلاح وضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي جديدا المره دي من ناحيه اليمين، ادي اهو ايمن عاصم. ادي اهو صلاح، طبعا لعيبه الاهلي بتخاف من الاحتكاكات بقى، يعني ده ماتش ودي ومش مستاهله يبقى فيها اصابه ولا حاجه.
هي ركنيه تتلعب على طول عاليه جوه 18، هي الدفاع الجوي تشتيت محمد محمود، ولكن ترتد تاني وتتشال من ديفنس. هي الدفاع الجوي هنا في دفعه من دي ماريا لمين؟ محمد هاني ده ولا مين؟ اتلعبت الكرة على طول توصل لمحمد هاني، لا ده مش هاني اللي على الارض، ده كوكا، احمد نبيل كوكا في اللعبه اللي فاتت قام سليم الحمد لله. محمد محمود، كريم فؤاد يستلم، كريم عرضيه حلوه حلوه، اه صلاح محسن طلع بدري، طلع بدري صلاح محسن تعدي الكره وتمر لضربه مرمى لصالح الدفاع الجوي. 35 دقيقه من الشوط الاول في التجربه الوديه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي وقوات الدفاع الجوي، وايضا مرور 52 سنه عيد القوات الدفاع الجوي رقم 52. ادي الكوره والهجمه للدفاع الجوي، استلامه توصل عند محمود ايمن، باس مش مظبوط تلاقي محمد هاني. رامي ربيعه ينزل بيها لعلي لطفي، لسه الكوره ماشيه مع محمد هاني على الارض، صلاح محسن كوكا قصيره لكن خدها حسام حسن لكوكا، محمود وحيد، رامي ربيعه، رامي، محمد محمود على طول توصل محمد هاني، هاني يسلم محمود وحيد، وادي الكره تتشال وتطلع لخارج الملعب على طول اوت للنادي الاهلي، هيلعبها محمود وحيد، هاني استلام اهلاوي يرجع بيها لكوكا، رامي ربيعه يسلم كريم فؤاد تاني، زياد طارق استلام زياد طارق على طول، حسام حسن، حسام لزياد تاني لكوكا لمحمد هاني، محمد محمود باص حلو عند محمود وحيد ولكن اطول من لازم، الشمس الشمس ما خلتش محمود وحيد يشوف الكره كويس، تطلع اوت لصالح الدفاع الجوي. كرة الدفاع الجوي عالية وطويلة. على طول ترجع لمحمد هاني. هاني يعكس. واحدة عالية ولكن تتشال على طول مقطوعة. رامي ربيعة، رامي ربيعة لسه معاه الكورة، ضرب لخمة رامي ربيعة ومعاه دي ماريا ضاغط عليه كويس. دي ماريا ينزل بيها لكريم فؤاد. ليه؟ محمد هاني. على طول الباس ولكن مقطوع هنا من الدفاع الجوي، يقطع كويس ماشي بيها كابتن الفرقه احمد حلاوه، ماشي حلاوه عدى حلاوه ولكن اللياقه مش سعفه حلاوه، ياخدها منه على طول محمد هاني. هاني طويله مفيش لا ولا صفاره ولا تسلل، انطلاقه صلاح محسن، صلاح محمد شريف حسام حسن، اه ما يلحقهاش ما يلحقهاش تعدي وتمر لخارج الملعب. هل هي بقى طلع ضربه مرمى ولا اوت؟ هنشوف. لا هي في الاغلب كده ضربه مرمى. صلاح محسن حاططها بوش رجله جامده، وحسام حسن ما لحقهاش تعدي وتمر. عبد المجيد يلعبها ضربه المرمى عند وفائي اللي لسه نازل، توصل الكوره صلاح محسن يطول واحده اطول من لازم على محمد شريف لخارج الملعب. عبد المجيد ايه سلامات جاله شد ولا ايه؟ رايح له كابتن احمد الغندور اهو، هو ماسك وش رجله
محمود. لسه على الارض عبد المجيد محمود، وادي كره اول هدف للنادي الاهلي زياد طارق، حطت حلو. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. اتفضل. وادي الهدف الثاني لكريم طارق. وضربه الجزاء اللي جابها ديمريا والله يعني بمجهود فردي، برافو. ضغط الولد ونجح، ولكن في التسديد حطها مقريه قوي، سهله تتشال من علي لطفي. هنا الجهاز الطبي النادي الاهلي والدكتور احمد ابو عبله نازل يطمن على عبد المجيد. وعلى الارض 40 دقيقه من عمر الشوط الاول. لا ما اقدرش انهك بيه، ما اقدرش اتكلم والله، ما اقدر اتكلم محترم. لسه الجهاز الطبي مع حارس مرمى الدفاع الجوي على الارض. هنا رامي ربيعه، والحضور بقى هناك في ملعب الدفاع الجوي او استاد 30 يونيو. كرة انفراد، كرة انفراد. لسه عبد المجيد على الارض. لسه اهو، هل يا ترى عبد المجيد هيكمل مش هيكمل؟ هنا اهو البدايه، هو مره واحده زك الولد كده وقعد. خلاص هيبدل. نزل محمد علي ده الحارس البديل. سلامات لعبد المجيد. نزل اللاعب 8 مكان عمر فتحي، تبديلات للدفاع الجوي. يبقى كده خلاص خرج عبد المجيد ونزل محمد علي، عمر فتحي خرج. ادي كورة وادينا حسام حسن، ولكن دربك لسه ترجع تاني على الارض، واحدة توصل مقطوعة النادي الاهلي كريم فؤاد يجيبها. استلام زياد طارق يرجع بيها الكوكا. اربع تبديلات للدفاع الجوي في الشوط الاول. طبعا التبديل مفتوح في الوديات حسب الاتفاق بين الاجهزه الفنيه. منها تبديل اضطراري لاصابه الحارس عبد المجيد محمود. ترجع الكره لمحمد هاني، يفتح اللعب على طول عند كريم فؤاد. كريم باس زياد طارق عايز يزقها لكن تقطع وترجع ليه اسلام الحصري. باس عدي الكوره، زق نفسه حلو عايز يروح بيها عبد السميع. يا ولد موه. لا ده مش عبد السميع، ده اسلام ناصر. هاتوا خد دمارية. دمارية دمارية عايز يعدي، ولكن تسلل تاني على دمارية. والله الفرقه دي محتاجه يعني يبقى لياقة أعلى، تبدأ تاخد أحمال أكتر، هيبقى ليها شكل مش وحش فرقة الدفاع الجوي بصراحة. أدي دكة النادي الأهلي مع الجهاز الإداري. كرة توصل على طول لصلاح محسن.
ينزل بيها لمحمود وحيد، وحيد على الارض، واحده لمحمد شريف. لسه هنشوف بقى. خلاص 45 دقيقه خلصوا، هل يا ترى كام دقيقه وقت بدل من ضايع؟ صلاح محسن عايز يعدي، اعتقد هيبقى دقيقه او اتنين يعني اللي وقع فيهم عبد المجيد محمود. لسه الكره مع دفاع الجوي، تنقطع محمود وحيد. توصل كوكا، نبيل كوكا يطول واحده حلوه، استلام من حسام حسن لمحمد شريف، صلاح محسن، يا نهار ابيض، برافو محمد ممدوح، يشيل من على الخط الهدف الرابع اهو. صلاح محسن حطها ومحمد علي تماما، ولكن هي كانت رايه وصفاره تسلل على صلاح محسن اهي. هنا ما اقدرش احدد طبعا تسلل لا، بس هو تعامل معاها الراجل كويس قوي محمد علي، وكمل برافو محمد ممدوح، المساك شالها من على الخط. ترجع كوره، هجمه اهلاويه، محمد شريف، محمد شريف، محمد شريف، لسه ودربكه على طول تتشال من محمد ممدوح، يفتح في اليمين لاحمد حلاوه، حلاوه يزق واحده لوفائي، وفائي وفائي يطول لديماريه، ديماريه خد كتف من رامي ربيعه على طول وتنقطع الكوره، محمود وحيد. ولكن هي بالفعل صفاره نهايه احداث الشوط الاول، عشان ينتهي اللقاء او الشوط الاول من اللقاء الودي اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي وقوات الدفاع الجوي، بتقدم النادي الاهلي بثلاث اهداف على حساب الدفاع الجوي، احرزها زياد طارق في باستهلاك في بدايه الاهداف، وثم كريم فؤاد وصلاح محسن، هم ثلاث اهداف في الشوط الاول. استراحه قصيره اعزائي متابعي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، لنعوده مره اخرى مع انطلاق احداث الشوط الثاني، فالى ذلك الملتقى ولا تذهبوا بعيد. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، نعود اليكم لمتابعه احداث الشوط الثاني من التجربه الوديه واللقاء الودي اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي والدفاع الجوي. هي الذكرى ال 52 لاحتفالات الدفاع الجوي بذكرى تأسيسه. طبعا الاهلي موجود دايما في المشاركات والاحتفالات الكبيره مع المباريات او المناسبات الوطنيه، وهنا بالفعل الفرقتين لارضيه الملعب، وادي الفرقه العسكريه خلاص كانت بتعزف وخلص. هنبدا على بركه الله، وفي تبديل لقوات الدفاع الجوي تاني، هنشوف مين التبديل اللي نازل، وايضا في تبديل للنادي الاهلي هنشوف مين. ادي حكم اللقاء كابتن احمد الغندور. شوط اول انتهى 3 للاهلي لا شيء لقوات الدفاع الجوي اللي يمكن اضاعت ضربه الجزاء. نزل اللاعب احمد ابو عجوه كتبديل خامس لقوات الدفاع الجوي، ولسه كابتن احمد الغندور ما اشارش باستئناف الشوط الثاني. النادي الاهلي مع الكابتن سامي قمصان النهارده اللي هو المدير الفني الموجود، قلت حضراتكم في بدايه انطلاقه اللقاء اللي ما كانش بيتابع معانا، طبعا موسيماني موجود في دوره تدريبيه تابعه للفيفا، فالنهارده كابتن سامي قمصان هو اللي بيقود التجربه الوديه دي. علي لطفي كان في حراسه المرمى، رامي ربيعه ومحمد هاني في القلب، كريم فؤاد في اليمين، محمود وحيد في الشمال، وسط الملعب محمد محمود واحمد نبيل كوكا، على يمينهم كان زياد طارق، وشمالهم صلاح محسن، وراس حربه النادي الاهلي النهارده الثنائي محمد شريف وحسام حسن. نزل مصطفى شوبير مكان علي لطفي قدامنا قدام حضراتكم. نجح علي لطفي ان هو في الشوط الاول كان في ضربه جزاء كان طلع كده وما تقدرش الكره صح، ولكن قدر ان هو بعد ما عرقل دي ماريا فرويد قوات الدفاع الجوي ان يصد ضربه الجزاء. تشكيلة كده الدفاع الجوي او قوات الدفاع الجوي مع الشوط الثاني، هيكون محمد علي في حراسة المرمى قدامه اربعة، احمد حلاوة ومحمد ممدوح ومحمود علي ومحمد عبد السميع، وفي النص محمود ايمن، قدامه ثلاثة اسلام ناصر ومحمد وفائي واسلام الحصري وديماريا في رأس كرأس حربة لقوات الدفاع الجوي. وليد سليمان نزل، هنشوف مكان مين برضو وليد سليمان، تبديلة اهلاوية، خبرة كبيرة وليد سليمان عنصر رئيسي. رامي ربيع يسد محمود وحيد، محمد محمود استلامة على طول توصل لكوكا، كوكا قرب له زياد طارق، سند لزياد. حسام حسن موجود، ممكن محمد شريف اللي خرج، هنشوف. ادي كريم فؤاد يرجع بيها، محمد هاني، هاني موت سند تاني لكريم، كريم محمد هاني وسع لنفسه ونزل بيها لمصطفى شوبير،
شوبير يلعب على طول واحده لرامي ربيعه طويله لوليد سليمان، هو بالفعل اللي خرج كده شكله. يا سلام يا وليد، والعرضيه حلوه ولكن يطلع ويمسك. محمد شريف هو اللي طلع كده، وليد سليمان بيلعب جنب حسام حسن. محمد علي الحارس البديل اللي نزل بعد اصابه عبد المجيد محمود وخروجه. تنقطع الكره من وحيد لمحمد محمود لاحمد نبيل كوكا. يا ولد يا زياد يا طارق، عدى حلو ولكن اتخطفت، تنقطع على طول. توصل الكره محمود ايمن عايز يعدي بيها، ياخدها حسام حسن وضربه حره لقوات الدفاع الجوي في نص ملعب قوات الدفاع الجوي. ادي احمد ابو عجوه، يبقى ابو عجوه كده شكله تقريبا هو اللي نزل مكان محمود علي رقم خمسه، يبقى التبديل الخامس محمود علي. لمسه يد هنا كان بيشاور الحصري لصالح قوات الدفاع الجوي. احمد ابو عجوه على التنفيذ، لسه بيشوف هيلعب لمين البديل اللي لسه نازل مع انطلاقه الشوط الثاني. على الارض استلامه، تمويه حلو من وفائي محمد وفائي. لسه الكورة اتضغط عليه وخدها النادي الاهلي. وليد سليمان، وليد وليد وليد، حلوة حلوة العرضية ولكن محمد علي يطلع ويمسك قبل حسام حسن. ادي حسام ومحمد علي. محمد نزل الكورة ويلعب واحدة على طول عالية وطويلة في نص ملعب النادي الاهلي، ترجع لكوكا. كوكا هنا الوحيد، محمود وحيد على الارض، يسلم وليد سليمان. وليد موه، وسع لنفسه بوش رجله الخارجي، ينزل بيها الرامي ربيع. رامي في القلب استلامه، محمود وحيد على حدود 18 النادي الاهلي، ينزل بيها لمصطفى شوبير. مصطفى لسه معاه الكوره، مش مستعجل الراجل. لسه الكوره، وهنا وليد سليمان وضربة حرة لصالح النادي الأهلي، وفي إنذار في الالتحام. أدي الإنذار أهو، شوف دخول مع وليد سليمان بقوة. الإذاعة الداخلية أهو في استاد 30 يونيو بتعلن عن تبديلات النادي الأهلي. رامي ربيعه يطلع على طول واحده لمحمد هاني، هاني لحسام حسن طوليه في نص ملعب قوات الدفاع الجوي. وكريم فؤاد يا ولد، عدى حلو ولكن تغطيه كويسه من ابو عجوه ويشيل. ترجع كوره دي ماريا، يسلم واحده محمود ايمن، دي ماريا تاني، دي ماريا يرجع بيها باس مش مظبوط، توصل لكريم فؤاد. كريم كريم مقرب له صلاح محسن، كريم موه كريم مره والتانيه، يلعب العرضيه تعلى ولكن توصل سهله في ايد محمد علي. لسه الكوره، وليد سليمان، وليد سليمان حلوه لحسام حسن، هيعمل ايه الرابع؟ حسام حسن الهدف الرابع مع الدقيقه 50، يبقى الدقيقه 50 وحسام حسن ياخد عرضيه من ايه؟ من وليد سليمان نموذجيه على طول، وتوصل الكوره يحط الهدف الرابع. ادي الاعاده وادي العرضيه وادي الكوره توصل حسام حسن على طول على محمد علي الرابع. دقيقة 50، خمس دقايق بالشوط الثاني، مباراة طبعا زي ما قلت لحضراتكم ضمن احتفالية لقوات الدفاع الجوي مرور 52 سنة على تأسيسها، بيحضرها لواء أركان حرب هاني رشاد رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، وحضور السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. ويمكن بقى بعد بالمناسبه الاحتفاليه دي هيكون في تبادل للدروع بعد انتهاء اللقاء. لقاء فريق عمل متكامل بقياده زميلنا بقى محمد الدكوري في الاخراج، وفريق عمل في الاعداد حازم البرعي ومحمود سعيد، وكل بنشارك النهارده في نقل الاحتفاليه دي لحضراتكم، تجربه وديه واستعداد ضمن مشاركات النادي الاهلي في المناسبات والاحتفالات القوميه والوطنيه. ادي كوره زياد طارق، زياد طارق، زياد طارق، زياد طارق، لسه زياد طارق ولكن تنقطع. ترجع تاني تروح على طول عند مين ده؟ اسلام نصر، تنقطع منه.
توصل تاني رامي ربيعة. لسه محمود وحيد معاك كورة، توصل وليد سليمان اتخطفت، تروح لوفائي محمد وفائي يسلم للحصري اسلام الحصري. لسه الكرة طولية، رامي ربيعة يقطع. لسه كورة تاني ترجع. توصل الكورة على طول. تمشي الكورة طويلة أهلاوية ولكن توصل لسه الهجمة على حدود 18 قوات الدفاع الجوي، ولكن على طول تطلع أوت لصالح قوات الدفاع الجوي. ادي الكورة لسه على طول تروح ليه محمود وحيد، هجمة ترجع تاني صلاح محسن، استلامة قصيرة ولكن تلاقي مين؟ محمد محمود يسند محمد هاني. هاني لسه الاوت للدفاع الجوي، قوات الدفاع الجوي طويلة رأسية استلامة تاني توصل من دمارية لمحمود أيمن. محمود في نص ملعب النادي الأهلي من ناحية الشمال، خلاص اتضغط عليه اتقطعت. رامي ربيعة توصل الكرة وليد سليمان يفتح اللعب أحلى هناك عند كريم فؤاد في اليمين. كريم استلم وماشي، كريم طولية مفيش راية ولا صفارة. صلاح محسن، صلاح محسن، صلاح محسن اتأخر فيها صلاح. لسه صلاح طويلة يطلع محمد علي برافو يمسك قبل حسام حسن. حسام على طول توصل الكرة ليه محمود وحيد يسلم وليد سليمان، حسام حسن وليد سليمان. وليد سليمان تاني استلامة ينزل بيها لرامي ربيعة. رامي زياد طارق لمحمود وحيد، تحضير اهلاوي والعرضيه ولكن تتشال من ديفنس قوات الدفاع الجوي. ترجع تاني كريم فؤاد، حلوه التسديده والصد احلى محمد علي. ترجع كوره زياد طارق عايز يغمزها لحسام حسن لكن احمد ابو عجوه يدخل ويشيل واحده عاليه وطويله في نص ملعب النادي الاهلي، بيعمل عليها محاوله دماريه بس بعيده تطلع وتمر لصالح النادي الاهلي. ادي تسديده كريم فؤاد اهي، شوفوا حضراتكم التسديده حلوه، الصد احلى من محمد علي برافو. هينزل رقم 21 اسلام نصر وهيطلع رقم 3 البديل اللي نزل في الشوط الاول اسلام الحصري. يبقى كده خروج اسلام الحصري ونزول اسلام نصر. 10 دقايق من الشوط الثاني، طبعا فارق اللياقه واضح، في فرق اللياقه طبعا للاعيبه قوات الدفاع الجوي أكيد، وعشان كده التبديلات كتير عشان اللعيبة تقدر تكمل. أدي وليد سليمان، رامي ربيعة استلامة، محمود وحيد لكن فرقة والله مأدية بشكل طيب بشكل كويس، بيلعب طبعا مع النادي الأهلي. أدي انطلاقة أحمد نبيل كوكا على طول قوية قوية من كريم فؤاد بين الأوفر وطالع تلف وتعدي وبره، يا سلام لو عدت لكن أحلى التشتيت موجود من محمد ممدوح يشتت واحدة عالية. دي ماريا المزعج والله مزعج، دي ماريا عامل مجهود فردي لوحده برافو يا ابني. رامي ربيعة يضغط عليه دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا ومحمد هاني ولكن هاني يسد لوليد سليمان، وليد ينزل بيها لمصطفى شوبير. 10 دقايق من الشوط الثاني، 55 دقيقة من عمر المباراة. فكر حضراتكم اللقاء ضمن الاحتفالية بالعيد القومي لقوات الدفاع الجوي رقم 52 اللي بيحضرها اللواء اركان حرب هاني رشاد علي رئيس اركان قوات الدفاع الجوي، والسيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. ادي الكوره مع قوات الدفاع الجوي نص ملعبهم، مقطوعه الكوره توصل على طول لسه زياد طارق قويه لكن وقفه حلو حسام حسن، حط لصلاح محسن ولكن القطعه ترجع تاني دربكه ولكن في النهايه يطلع بها قوات الدفاع الجوي بشكل كويس. رجائي ينقل واحده
توصل على طول حلوه لدي ماريا تطول. يا خساره معلش يا دي ماريا، مجهود فردي الولد بيلعب لوحده بس برافو عامل شغل والله. ادي الكره توصل مع محمود وحيد، صلاح محسن، صلاح يسند عدها من اسلام نصر تروح لوليد سليمان، زياد طارق في وشه يسلم محمد محمود، وليد ليه زياد، زياد على الارض، صلاح محسن باس مش مظبوط تنقطع من احمد ابو عجوه، عدى بنفسه كويس ابو عجوه، طويله لديماريا اطول من لازم، اقرب لها مصطفى شوبير يقطع ويسلم لرامي ربيعه على طول من لمسه واحده، رامي يشيل واحده عاليه وطويله، ولكن هنا في رايه وصفاره المره دي، الرايه مرفوعه من المساعد الثاني، ادي كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصان والجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي. النهارده كابتن احمد الغندور بيعاونه مساعد حكم اول كابتن رضا جبر، والثاني احمد لطفي، والرابع كابتن اسلام صابر. عبد السميع نقله لقوات الدفاع الجوي توصل عند اسلام نصر، اسلام باس تروح لمحمود ايمن عايز يعدي، ولكن في النهايه ماشيه الكوره، ادى الاتاحه احمد الغندور، توصل الكوره ثاني مع قوات الدفاع الجوي، استلامه محمد وفائي يطول واحده اطول من لازم، قرب لها رامي ربيعه قبل محمود ايمن. ادي رامي ينقل واحده في اليمين لكريم فؤاد في القلب، وليد سليمان، وليد يفتح اللعب عند محمود وحيد في الشمال، ماشي محمود وحيد ربع وديه طبعا استعدادا للقاء نادي المصري بالسلوم في منافسات كاس مصر ومسابقه 2021 نادي الاهلي يوم 12 عنده المصري بالسلوم باذن الله، يوم 15 ايسترن كومباني في بطوله الدوري من المؤجلات، 19 نادي الزمالك، 22 غزل المحله، 26 بيراميدز من الكورتر فاينل او دور ربع النهائي من بطوله كاس مصر الموسم اللي فات. وليد سليمان وابو عجوه يشيل لخارج الملعب ضربه ركنيه، هجمه اهلاويه ثانيه، ولكن ابو عجوه يتدخل وينقذ الموقف. ادي اهي وليد سليمان شالها بهدوء الراجل، هو لعبها بالعرض وابو عجوه موجود وشايل على طول ومامن خط ظهره. تبديلين دفعه واحده للنادي الاهلي، محمد اشرف نازل، هنشوف مين اللي طالع بقى. محمود وحيد طالع ونازل محمد نصير ومحمد هاني خرج، يبقى هاني خرج ومحمود وحيد خرج ونزل محمد خليفه نصير ومحمد اشرف. اربع تبديلات للنادي الاهلي، بنزول وليد سليمان ومصطفى شوبير ومحمد اشرف ومحمد خليفه. ادي الكوره تتلعب راسيه من رامي ربيعه تعدي سهله تروح في ايد محمد علي حارس مرمى قوات الدفاع الجوي، استلامه في اليمين واحده على طول في قلب الملعب لقوات الدفاع الجوي، موه بيها ولف ترجع الكره لمحمد علي، محمد يعلي واحده بنص الملعب لسه تاني وليد سليمان تعدي بينهم كلهم وفي الاخر توصل لدفنس قوات الدفاع الجوي عند احمد ابو عجوه، باص قصير ولكن اتعامل معاه كويس، توصل الكوره هات وخد لقوات الدفاع الجوي على الارض، استلامه من ده محمد عبد السميع لسه موجود ما خرجش، اللي خرج كان اسلام الحصري البديهي نزل في الشوط الاول. ادي الكوره تانية مع النادي الاهلي، وليد سليمان يسلم محمد اشرف، وليد وكوكا ترجع كره لرامي ربيعه، ساعه بالتمام والكمال وربع ساعه من الشوط الثاني واربع اهداف للنادي الاهلي في شباك قوات الدفاع الجوي، في تجربه ليها اكثر من معنى، تجربه مشاركه وديه للنادي الاهلي وايضا مشاركه في احتفالات العيد 52 لقوات الدفاع الجوي. ادي احمد ابو عجوه استلامه في وسط ملعب قوات الدفاع الجوي، محمد وفائي يسلم محمد عبد السميع في الشمال يطول هجمه لقوات الدفاع الجوي لدي ماريا ولكن مقطوعه ويلحق كريم فؤاد قبل ما تخرج، ولكن هي الغندور بيقول خرجت اوت لقوات الدفاع الجوي. لسه الكوره توصل على طول واحده
عند محمود ايمن على حدود 18 النادي الاهلي، يسلم عبد السميع، ايمن لعبد السميع. حلوه الجمله والله، هيلحق هيلحق. اوعى اوعى الرايه الركنيه، اهم حاجه سلامه اللعيبه، تطول من عبد السميع وتطلع. هل اوت ولا ضربه مرمى؟ احتسبها الغندور ايه بالرايه اللي جات له من كابتن احمد لطفي؟ لا اوت، شكلها كده اوت للنادي الاهلي، قرب الرايه ركنيه. كريم فؤاد، كريم يسلم واحده لمحمد محمود، محمود يعلي واحده لوليد سليمان، وليد ولكن مقطوعه من ديفنس قوات الدفاع الجوي رامي ربيعه، ودي ماريا بيضغط يضغط عليه وراجع على طول ومغطي هنا محمد اشرف لمصطفى شوبير اللي على طول يشيل واحده طويله وعاليه في نص ملعب قوات الدفاع الجوي، يردها ابو عجوه، خدها وليد سليمان، وليد سليمان عايز يعدي، برافو ابو عجوه، ليرجع وليد ويضغط، يرجع وليد ويضغط، وضربه حره لصالح احمد ابو عجوه. ابو عجوه لعبه طويله ولكن يقطع على طول صلاح محسن، استلامه لدى محمد اشرف، ماشي ماشي ومعدي وقرب من 18 الدفاع الجوي، طولت طلع بيها لخارج الملعب، ضربه مرمى لصالح قوات الدفاع الجوي. ادي اهو محمد اشرف كان عايز يعمل مشوار ويشيلها، الضغط عليه طولت. محمد علي هنا بيشاور، مش عارف في ايه، بيشاور ليه احمد الغندور في حاجه ولا ايه؟ في لعيب واقع من قوات الدفاع الجوي على الارض، احمد ابو عجوه بيشاور مش عايز يخرج. لسه اهو على الارض، ممكن الجو حر شويه فيكون شاعر بدوخه ولا حاجه. نزل الجهاز الطبي لقوات الدفاع الجوي، وادي هدف حسام حسن حطها، استلم براحته تمام الراجل، وكأن الراجل في تمرينه يعني، الراجل سند ووقف وحطها على يمين محمد علي ما سألش عنها تماما. قام ابو عجوه الحمد لله ويكمل ان شاء الله. ادي النتيجه قدام حضراتكم على شاشه استاد 30 يونيو. محمد علي على التنفيذ، علي يلعب واحد ضربه المرمى عاليه وطويله، دي ماريا المزعج يزقها على طول برأسيه واحده لمحمد وفاي، وفاي ومحمد اشرف جاله دي ماريا، حط لدي ماريا، دي ماريا يا سلام حته كده فنيه من دي ماريا، دي ماريا تاني ولكن رامي ربيعه يشيل. وليد سليمان يسلم واحده لمحمد اشرف، وليد سليمان تاني، طوليه حلوه الباص لصلاح محسن، صلاح لو فتح راسه لبره وفتح عينه ادي زياد طارق، ولكن الضغط موجود من عبد السميع ويشيل لخارج الملعب، ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. ادي زياد طارق. تبديلين، هينزل احمد عبد النبي او احمد سيد عبد النبي وفخري، محمد فخري. هنشوف مكان مين، شكل زياد طارق هو اللي طالع. لسه التبديل ما تمش، الضربة ركنية هيلعبها محمد أشرف. أشرف لعبها على الأيمن البعيد، حلوة ولكن يشيل أحلى قوات الدفاع الجوي وتطلع أوت لصالح النادي الأهلي. أدي كابتن أحمد الغدور بيدي الإذن بالتبديل. طالع صلاح محسن ونازل مكانه محمد فخري، وطالع كريم فؤاد. وهينزل أحمد عبد النبي. ادي كريم فؤاد اهو، وادي صلاح محسن. الاذاعه الداخليه هنا بتعلن بقى عن التبديلات للنادي الاهلي. وادي صلاح محسن بيسلم على الجهاز الفني والاداري واللاعبين.
الكره توصل لاحمد عبد النبي او احمد سيد عبد النبي يسلم رامي ربيعه. شباب النادي الاهلي بقى هو ده لازم تاخد الاولاد دي تجارب وتبدا نشوفهم. استلام على صدره محمد اشرف، لازم يبقى عندك في كل مركز على الاقل 3 لعيبه، ويا سلام لو منهم لعيب صغير يا سلام ياخد خبرات ويشارك. ادي العرضيه تتشال من محمد علي حارس المرمى لعبد السميع، انطلاقه مرتده لقوات الدفاع الجوي. عبد السميع وقف استنى حد يقرب له، سند واحده في قلب الملعب، وادي الباس على طول توصل لوفائي محمد. وفائي 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 لسه دخل في الزحمه لوحده، سند ليه محمود ايمن، توصل لاحمد حلاوه، عرضيه قويه، العرضيه سهله تروح في ايد مصطفى شوبير. توصل الكوره من نصير يسلم على طول واحده في اليمين عند احمد عبد النبي في قلب الملعب، استلامه من فخري لعبد النبي ينزل بيها الكوكا. كده في 6 لعيبه، مش هنقدر بقى نقول من لا من فريق 21 سنه او فريق كده، يعني فريق نقدر نقول فريق الشباب في النادي الاهلي تحت الدرجه الاولى على طول بيشاركوا في اللقاء في ضمن التجربه الوديه دي اللي بيشارك فيها النادي الاهلي استعدادا للقاء النادي المصري بالسلوم يوم الاحد باذن الله يوم 12 اللي جاي في ضمن لقاءات كاس مصر. مباراه المصري بالسلوم ده موسم 2021، مباراة بيراميدز يوم 26/6 بإذن الله هتكون ضمن لقاءات 2020/2021. يا سلام عداها حلو قوي عبد السميع، وفي تحت فرصة هجمة لقوات الدفاع، هجمة 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 لسه ما خرجتش لسه ما خرجتش، يلحق مين؟ ده مش ديماريا المرة دي، ده محمود أيمن اللي مكمل. محمود وقع على الأرض في اللعبة اللي فاتت إسلام ناصر ولاعيبة قوات الدفاع بتطلع الكرة بره. هل بقى شد ولا ايه؟ شكله كده شد المحمود ايمن ولا كان فيه التحام ولا ايه؟ ده كرامب واضح بقى. لسه على الارض ونزل الجهاز الطبي للنادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله، روح وديه طبعا، لقاء تجربه وديه جميله ضمن احتفاليه زي ما بقول لحضراتكم وبنفكر حضراتكم. اه ده هنا كان داخل معاه بقوه قوي احمد سيد عبد النبي. عيد القومي للدفاع الجوي رقم 52 سنة. قواتنا قوات الدفاع الجوي بتحمي سمانا بتحمي أجواءنا بقالها 52 سنة. طبعا بيحضر اللقاء رئيس أركان قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب هاني رشاد علي ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السيد العامري فاروق. ادي زياد طارق واول الاهداف في الشوط الاول جه في الدقيقه 3 اعاده للاهداف نفكر حضراتكم، وادي كريم فؤاد من عرضيه محمود وحيد الهدف الثاني في الدقيقه 12. وادي ضربه الجزاء الضيعه ليه قوات الدفاع الجوي اللي جابها دي ماريا وضيعها دي ماريا، يعني بيدي لا بيدي عمرو، الراجل عمل كل حاجه، جاب ضربه الجزاء وضيعها، وعلي لطفي تالق برده وتوقع صح وشال. ادي الهدف الثالث محمد محمود، والراسيه هنا من لا ده حسام حسن اللي جاب الهدف الثالث من صلاح محسن، يبقى حسام حسن جايب الثالث والرابع. ادي الهدف الرابع اهو، هنا استلام لوحده تماما، لا محمد ممدوح ضغط ولا احمد ابو عجوه وحطها على يمين محمد علي. ادي صلاح محسن وادي اسلام ناصر هيخرج، شكله مش هيقدر يكمل ان شاء الله تكون حاجه بسيطه. كان الجهاز الطبي مع النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله نازل وبيطمن برضه وبيشارك مع الجهاز الطبي الفريق قوات الدفاع الجوي، مش قادر يمشي الراجل على رجله خلاص، النقله الطبيه بقى تنزل. اللاعب 6 هينزل اهو قدامنا، هل ده محمود عطية بقى رقم 6 ده؟ اسلام ناصر خرج، نزلت هاي العربية الطبية عشان اسلام ناصر مش قادر الولد يدوس اكتر من كده طالع. سلامات لاسلام ناصر ان شاء الله تكون حاجة بسيطة. ادي الإعادة للعبة
لسه على الخط رقم 6 طالع اهو اسلام ناصر مع النقله الطبيه اول عربيه طبيه باستاد 30 يونيو. اتلعب الاوت والنادي الاهلي بروح رياضيه هيرجعها على طول. محمد فخري ليه محمد علي حارس مرمى قوات الدفاع الجوي. ادي اسلام ناصر طلع محمد علي يسلم محمد ممدوح توصل الكوره ولكن مقطوعه ترجع النادي الاهلي. فخري 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 يسدد فخري فين تعلى تمر لضربه مرمى. ادي فخري اهو يجرب حظه الراجل لكن علي طلعت ضربه مرمى. ادي كورة على طول توصل لابو عجوة يشيل واحدة عالية وطويلة في نص ملعب النادي الاهلي يقلش فيها محمد اشرف وتطلع الكورة اوت لصالح النادي الاهلي. هي يلعبها مين جاي يلعبها محمد اشرف هو اللي بيلعب باك ليفت بقى مكان محمود وحيد. اشرف وليد سليمان يستلم يفتح اللعب وليد عند عبد نصير او محمد خليفة نصير او محمد نصير على طول يسلم احمد عبد النبي. عبد النبي لفخري محمد فخري كوكا يستلم في قلب ملعب النادي الاهلي يحط واحدة على طول لعبد النبي يطولها حلوة لزياد طارق. زياد طارق وسع لنفسه طول طول فيها زياد طارق ويطلع محمد علي يمس طولت منه بس هو حط في ظهره كويس قوي محمد ممدوح وعدى. محمد علي يلعب الكرة في الشمال عند عبد السميع يسد واحدة توصل لدي ماريا. دي ماريا بيلعب لوحده عنده كرة كويسة الراجل ده بس عايز شغل عايز شوية شغل كتير هيبقى كويس قوي. دي ماريا ده رقم 19. ادي وليد سليمان توصل على طول ليه محمد اشرف. اشرف يرجع بيها تاني يموه عبد السميع جه بقى من هناك من الشمال بقى بيلعب هو باك رايت هنا او في ناحيه اليمين ليه قوات الدفاع. محمود ايمن بيضغط بقى قدام مع دي ماريا. ادي الهجمه الاهلاويه وليد سليمان حسام حسن يسند محمد محمود يا سلام يا ابني عليك كشف حلو حاططها احلى ليه فخري. فخري عرضيه 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 الرأسيه 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 ولسه محمد محمود يا ولد يا محمد يا علي برافو يا ابني شاب كوره ما تتشالش حط واحده على طول لسه توصل لقوات الدفاع الجوي يا سلام عدى حلو برضو تخبط الكوره في فخري في نص ملعب الدفاع الجوي ولكن هنا في هاندبول لصالح قوات الدفاع الجوي لمسه يد. شوفوا حضراتكم هنا الاوفر نموذج الرأسيه مين اللي رددها ده محمد اشرف. هنا التعامل معاها من ابو عجوه كان بطيء حسام حسن خدها محمد محمود بليسنج ولكن شالها حارس المرمى محمد علي. ترجع كوره عند نصير في خط ظهر النادي الاهلي يسلم ربيعه وليد سليمان باقي ربع ساعه على النهايه 75 دقيقه من عمر اللقاء ونص ساعة من الشوط الثاني أربعة الأهلي لا شيء قوات الدفاع الجوي. محمد محمود دخل في الزحمة اتخطفت منه واتقطعت. محمد ممدوح يسلم وليد سليمان محمد أشرف يستلم أحمد نبيل كوكا. أشرف يطلع نصير نصير على الأرض لمحمد فخري زق النفس وعدى فخري عدى تاني طمع فيها اتقطعت تتاخد لقوات الدفاع الجوي. طويلة الكورة دي ماريا المزعج دي ماريا ولكن رامي ربيعة حاطط جسمه بخبرة قاطع على طول توصل الكورة فخري محمد فخري على الأرض زياد طارق. فخري يسلم واحدة لأحمد عبد النبي. عبد النبي عايز يعدي وسع لنفسه ورجع بيها تاني عبد النبي نزل بيها الفخري. فخري يلعب واحدة باص وتخبط وتروح في اتجاه وليد سليمان اللي بيلحق قبل ما تطلع ويلحقها فعلا. وليد على الأرض كوكا وليد سليمان. وليد سليمان هو اللي نازل يظبط إيقاع اللعب بيمشي الكورة بينقل الكورة لازم الكورة تتنقل هو اللعيب يتحرك التحرك بدون كورة مهم جدا مش هفضل واخد الكورة واجري بيها. أدي هنا كوكا حلوة 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 زياد طارق ومحمد علي يا سلام طالع
بيقوم بدور الليبرو ويعطل زياد طارق في الاستلامه ويشيلها لخارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي. لسه الكرة ماشية مع حسام حسن وتوصل لخارج الملعب، لا ده ضربة حرة يحتسبها أحمد الغندور لصالح قوات الدفاع الجوي. أدي واقع على الأرض أهو في الإعادة للعبة. وأدي إعادة كرة محمد علي اللي قطعها من زياد طارق. ادي الشحات، هل يا ترى هينزل؟ مش هينزل، هنشوف. وليد سليمان يستلم الاوت. على طول ترجع الكورة. كوكا. وليد سليمان استلامة. على طول تطول حسام حسن، حسام حسن زق نفسه ولحق حسام ما خرجتش. ترجع تاني محمد اشرف على صدره تطول، وادي احمد ابو عجوه من قلب دفاع قوات الدفاع الجوي، زياد طارق يضغط يجيبها تاني النادي الاهلي، وليد سليمان. وليد يسيبها وليد، خطفت على طول هنا، يعني مفيش داعي للالتحامات القويه وكده عشان ما يحصلش اصابه ولا حاجه. رامي ربيعه توصل الكوره من نصير لأحمد عبد النبي، ترجع تاني النصير. رامي ربيعة يستلم. وليد سليمان يا سلام باص بشكل حلو الفخري، ولكن المرة دي ضاغط محمود أيمن وقاطع لقوات الدفاع الجوي. وفائي يستلم، وفائي على الأرض. لا ده إسلام نصر مش وفائي، خطفت للنادي الأهلي. استلام حلو من زياد طارق. زياد طارق الفكرة حلوة، كان لقط محمد علي طالع لكن رجع على طول ومسك، كانت عايزة تتسقط دي لب كده من وراه يا زياد يا طارق، مش عايز تحط واطية، كانت عايزة تشال عالية. باص حلو، هجمة، انطلاقة، ده مين ده؟ ده محمود وحيد من قوات الدفاع الجوي. وادي الكورة لسه مع محمود أيمن، هجمة لقوات الدفاع الجوي على حدود 18 النادي الأهلي من ناحية اليمين. استلامة توصل، ده وفائي ده ولا مين؟ اه هو محمد وفائي فعلا. تتلعب الكرة وتخبط تروح لزياد طارق. طارق نصير، ترجع لمصطفى شوبير، وسع لنفسه بيها، زنق نفسه بيها، شيل في الاوت مش مشكلة. ادي الكرة توصل لمحمد اشرف، مفيش مشكلة لو شالها اوت مفيش أزمة يعني. ادي الكرة مع وليد سليمان، ممكن يتضغط عليه التحام أي حاجة، يبقى في مثلا إصابة لا قدر الله بلا داعي. ادي الكرة استلامة على طول تطول لعبد النبي، هجمة أهلاوية، يوصل زياد طارق. طارق طارق على الارض ليه فخري، يرجع بيها لزياد طارق. كوكا علقها عاليه وطويله، ولكن محمد علي بالبوكس ومفيش رايه ولا صفاره، مفيش تسلل، توصل لفخري. فخري تاني، لسه الهجمه الاهلاويه. فخري حط لزياد طارق، زياد عايز يعدي، والله رجعت تاني الكره وخدمت. ادي فخري لزياد طارق، ولكن هنا وقف افتكر نفسه متسلل، تطلع ضربه مرمى لصالح قوات الدفاع الجوي. نزل رقم 10 سعد محمود، ونزل رقم 11 وادي زياد طارق طالع. مين اللي نازل من النادي الاهلي؟ هنشوف. محمد محمود طالع، ونازل عبد القادر والشحات. حداشر نزل وطلع ابو عجوه. اللعيبه يعني يمكن قد دفاع جوي، يعني الحسين نزل وخرج، ابو عجوه نزل وخرج، وتمانيه برضو نزل وخرج. ضربه المرمى يلعبها محمد علي على صدره، ولكن استلامه يقطع على طول عبد النبي.
هتاخد انطلاقه لحق ما خرجتش الاوت، انطلاقه عبد النبي، احمد عبد النبي العرضيه حلوه يا ابني، حلوه للشحات اول لمسه، عبد القادر يا سلام يا سلام عليك يا عبد القادر، سند لوليد سليمان قصيره قصيره قصيره، عنده كوره عبد القادر مفيش كلام، وقت اكتر ماتشات اكتر يستوي اكتر، هيبقى الولد ده شكل مختلف. الشحات جاي يلعب الضربه الركنيه الاهلاويه، وليد سليمان كده خلاص كل الدكه الاهلاويه نزلت تقريبا فيما عدا حمزه علاء بس اللي لسه ما شاركش، رامي ربيعه يجيبها وتطول منه مقطوعه من ديفنس قوات الدفاع الجوي، الكره طويله من قريب قاطع بعقل قوي، نصير محمد نصير سالم لفخري، هيشوط فخري هيشوط فخري لازم يشوط فخري، هي الدنيا متسهله، وادي الشحات ولكن يشيل محمد علي، بتبان التسديده بتبان، الراجل قدامه مساحه واخد قرار واستنى حد هيضغط، ما ضغطش خلاص جرب، وليد سليمان في قلب الملعب يسلم وتوصل لعبد القادر يشتت ديفنس قوات الدفاع الجوي عاليه وطويله، دي ماريا عجبني انا دي ماريا ده حقيقي، عجبني ان هو الولد مشاكس ولوحده بيلعب على ديفنس النادي الاهلي ونجح انه يجيب ضربه جزاء في الشوط الاول، مش مشكله ضيعها بس بيحاول، عنده اصرار عنده محاوله اهو، جريء بلغه الكره يعني جريء، الولد مش هيبقى الموقف ما بيلعبش على ديفنس النادي الاهلي بقى كاشش ولا بتاع، لا بيروح وبيستلم وبيحاول، وادي الشحات يستلم الهجمه الاهلاويه عشان يرجع بيها تاني لرامي ربيعه، اهو شوفوا حضراتكم بيضغط على اي كوره دي ماريا بيعمل محاوله ده كويس، مصطفى شوبير يسلم ليه نصير على الارض، فخري محمد فخري حسام حسن لاحمد عبد القادر سهله، ولكن هي تسلل على حسين الشحات وتبقى ضربه ضربة حرة غير مباشرة. لسه محمد علي على التنفيذ. توصل الكورة. مع قوات الدفاع لسه كرات رايحة جاية. ادي عايز يشيلها كده حسام حسن ولكن ما تلبس معاه وما تمشيش. لسه الكرة مع الدفاع الجوي. لسه الهجمة، انطلاقة انطلاقة، محمد وفائي لدي ماريا المزعج، دي ماريا والله عمل ازعاج دي ماريا، ودي التسديدة اهو، بقول لحد هو شاكس في اللعبة وحط جسمه وقف قدام ربيعة وما خلوش يلعب بمرتاح، وصلت التسديدة، ده كان مين اللي مسدد هنا؟ محمود أيمن مش مشكلة أوت، بس عنده عايز حاجة، هو عايز شغل كتير، حمل بدني كتير، الولد ده شكله يتغير، حمل بدني هيفرق كتير واللياقة هيبقى حاجة تانية. لسه كوره مع النادي الاهلي، احمد عبد النبي على طول يتشيل واحده عاليه وطويله للشحات في نص ملعب قوات الدفاع، ايه الجوي؟ اللمسه على طول فخر، يا راجل يا راجل يا راجل يا فخر ما تجيش كده ابدا، هي بيمينك بيمينك حتى لو انت اشول جرب، وهي نازله بيمينك حط، هي دي بقى الاستفاده من التجارب الوديه والماتشات الوديه، بتطلع كل الكلام ده اجرب واشوف وابدا، النهارده انا ما بلعبش بيميني كويس طبعا، ده شيء في الكره الحديثه ما بقاش ينفع، لازم اللعيب بيلعب بيمينه زي شماله، ولكن يبدا يشتغل ويجرب ويحط فرصه، ما ممكن تيجي لك فرصه بانفراد في ماتش مهم بيمينك هتعمل ايه؟ ادي الكره مع قوات الدفاع الجوي، خلاص وصلنا للدقيقه 89 او الدقيقه 90 ويا دوب خمس دقائق بتفصلنا عن الاحتفاليه بالعيد القومي لقوات الدفاع الجوي رقم 52 بعد اللقاء بحضور رئيس اركان قوات الدفاع الجوي سيد لواء اركان حرب هاني رشاد علي و سيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، بيحضروا طبعا اللقاء مشاركه اهلاويه في احتفالات قوات الدفاع الجوي بعيدها 52، طبعا النادي الاهلي مش للرياضه بس، النادي الاهلي ليه واجب وطني وليه واجب اجتماعي، مؤسسه رياضيه كبيره. هذه الكره توصل على طول لقوات الدفاع الجوي، وفاء يشيل واحده، دي ماريا يا سلام لمسه لحلاوه، احمد حلاوه توصل على طول واحده، انطلاقه واستلامه لاسلام نصر لحلاوه، ولكن تتشال وترجع، جابها قوات الدفاع تاني لمحمود ايمن، برضه مش وحش محمود ايمن في وسط الملعب 14 ده، محمود وحيد يطول واحده عاليه،
السلام عليك يا دي ماريا، على صدره محمود ايمن ما ربطش معاه المره دي، توصل لمحمد فخري، فخري فخري ماشي فخري للشحات، الشحات لف بيها الشحات سند جاي له احمد عبد النبي سند له، عبد النبي عايز يعدي ولكن مقطوع على طول من قوات الدفاع الجوي، تتشال لمين؟ لوفائي، استلم كويس وفائي، وسع لنفسه رجع بيها، باص مش مظبوط انقطعت من الشحات لفخري، باص تاني الشحات، حسين الشحات يلعب عرضيه ولكن هنا حلاوه قطع على طول قبل وليد سليمان ومشتت واحده بنص ملعب النادي الاهلي، اهي شوف دي ماريا المزعج خدها، خدها من وسط اتنين مش مشكله، دي ربيعه طبعا خبره في فرق كبير ربيعه ولكن في النهايه جابها. ادي لسه الكره على الارض، ده مين اللي وقع هنا؟ ده هنا عبد السميع رامي ربيعه والتحام، سلامات يا عبد السميع. وقع على الارض الحمد لله سليم اهو. محمود عطيه هينزل و20 هيخرج. محمد وفائي من قوات الدفاع الجوي طالع اهو، مين ده؟ عبد السميع طالع. ادي كرة فخري اللي رجعت لحسين الشحات، شالها كويس قوي محمد علي، توقع عمل فرملة وشالها. عبد السميع على ارضية الملعب مع الجهاز الطبي ليه قوات الدفاع الجوي، وادي الاوت هيلعبه قوات الدفاع الجوي. ادي كورة طويلة في نص ملعب قوات الدفاع الجوي، طالع محمد علي هيسند ليه ممدوح، سند لسه محمد ممدوح ما سندش، عمال رايح راجع بيها، شالها عالية وطويلة في نص ملعب النادي الأهلي، عبد النبي يقطع، أحمد عبد النبي لمحمد فخري لكوكا، لسه على ما نحفظ الأسامي نبدأ نقول بقى فخري وعبد النبي، حضراتكم تحفظوا معانا الأولاد صغيرة عشان يبقى عارفها بقى جمهور الأهلي. مصطفى شوبير يسلم واحدة ليه، محمد نصير في القلب، نبيل كوكا يطلع احمد عبد النبي، انطلاقه اهلاويه، عبد النبي الشحات محطه معاه، الشحات الشحات هيحط الوليد سليمان، محمد علي تعدي ومحمد اشرف جون، وليد سليمان قال له حط يا عم انت يلا، الهدف الخامس للنادي الاهلي. محمد اشرف مع الدقيقه 88 لسه اهو بقى هدف بقى يفصلنا عن الستة، النتيجة المحببة دايما للجمهور الأهلاوي. إسلام الحصري ده يعني كان موجود وطلع ومش عارف، ثلاثة ده كان خرج نزل تاني ثلاثة، اهو اسلام الحصري اللي بيلعب الكره جوه الدايره ده كان ثلاثه موجود، اسلام الحصري كان خرج نزل تاني مش عارف. ادي الكره بس ده لا مش ستايل الحصري، ده لعيب تاني نزل بنفس الرقم. المهم حسام حسن انطلاقه اهلاويه، حسام حسام الشحات حط يا شحات السادس، ولكن حسام حسن حطها له ما طمعش. ادي الكره لسه طلعت ولا ايه اللي من دي ماريا، طلعت اوت لصالح النادي الاهلي بنص ملعبه، اوت وخلاص وصلنا للدقيقه 90 من عمر اللقاء، ولسه الكوره خلاص بقى يمكن دقيقه، هنشوف بقى الوقت البدل متضايل، احتسبوا لنا احمد الغندور قد ايه، هنشوف. رامي ربيعه كابتن اسلام صابر الحكم الرابع حسب دقيقتين زي ما بتعلن الاذاعه الداخليه. رامي ربيعه كوكا قصيره خدها مين؟ دي ماريا المزعج، دي ماريا يا سلام وسع لنفسه دي ماريا، الباس مش مظبوط يا دي ماريا، ولكن ربيعه يحط رجله وتطلع لخارج الملعب تبقى اوت لصالح.
قوات الدفاع الجوي، ادي كوره حسام حسن وادي العرضيه اهي، وباقي دقيقتين ويعني على الوقت البدل متضيع واللقاء يخلص. هنشوف لسه هل اهداف تانيه ولا ايه. نزل رقم ده 11 تاني، ما نركزش في الارقام بقى خلاص مش مشكله. ادي كوره توصل وليد سليمان، الباص قصير ترجع تاني تروح لوليد سليمان، ودخلنا في الدقيقه الاولى من الوقت البدل متضايع، خمسه الاهلي لا شيء. قوات الدفاع الجوي استلامه محمد اشرف على حدود 18 النادي الاهلي، لسه الكوره استلامه تاني على طول عبد النبي، يسلم واحده لعبد القادر، عبد القادر عبد القادر توصل للشحات، الشحات حسام حسن، حسام ليه محمد فخري لحسام حسن تاني في البعيده بقى، في البعيده صح كده، لكن محمد علي يشيل، كانت عايزه تبقى متطوحه اكتر يا حسام حسن تروح في البعيده، لكن محمد علي جون نزل بصراحه انقذ اكتر من هدف، مش فرصه اهداف انقذها الراجل. ضربه ركنيه النادي الاهلي هتكون هي بتالي اللعبه الاخيره خلاص في احداث الشوط الثاني، اتلعبت للشحات، الشحات وجنبه محمد فخري، فخري لسه الشحات يرجع بيها الشحات ليه محمد اشرف بوش رجله خارجي جامده لمين ما تلاقيش حد تطلع اوت، وهي بالفعل صفاره النهايه من احمد الغندور عشان ينهي احداث الشوط الثاني واللقاء بفوز النادي الاهلي بخمس اهداف على قوات الدفاع الجوي ضمن الاحتفاليه ال 52 ليه الدفاع الجوي، احرز اهداف اللقاء زياد طارق في الدقيقه 3 وكريم فؤاد في الدقيقه 22 وحسام حسن في الدقيقه 31 و50 ومحمد اشرف في الدقيقه 88. سعدت اني اكون مع حضراتكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، تقبلوا تحيات معلقكم الرياضي محمد رمضان، والى لقاءات اخرى على شاشه قناه الاهلي، فالى ذلك الملتقى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.